السلام عليكم. نتحدث اليوم عن ظاهرة جوية خطيرة مهمة جدا تسمى بظاهرة السيول المفاجئة، أو ما تسمى باللغة الإنجليزية بفلاش فلوتس. تتشكل هذه السيول نتيجة عوامل مختلفة سنستعرضه في هذا الفيديو. تحدثنا في فيديو سابق عن الفرق بين المنخفضات الجوية التي قد تجلب أمطار شاملة في منطقة كاملة، وبين حالات عدم استقرار جوي تجلب أمطار غزيرة في نطاقات ضيقة كما ترون على هذه الصورة. حالات عدم الاستقرار الجوي تجلب أمر هام جدا ومسبب رئيس في السيول وتشكل السيول الجارفة، وهو هطول الأمطار الغزيرة الكثيرة الكمية في وقت زمني قصير. فمثلا قد يهطل 50 ملم من الأمطار في فترة لا تتجاوز 30 دقيقة، وقد تكون تلك المنطقة بعينها معدل أمطارها السنوي فقط 100 ملم، فيهطل ما معدله نصف هذا الموسم المطري، أي فيما يهطل في سنة كاملة يهطل فقط في 30 دقيقة. و50 ملم من الأمطار تعني 50 لتر من الماء في كل متر مربع. هذه الأمطار عندما تهطل بهذه القوة ومع تواجد بيئة وجغرافية صخرية، بالإضافة إلى فرق في الارتفاع فمثلا في الأودية والجبال، وإضافة إلى ذلك وجود سنوات تسبق هذه الحالات، سنوات جافة لا تجد مياه الأمطار طريق لها في الامتصاص إلى باطن الأرض، فتبقى على سطح الأرض ومن ثم تبدأ بالجريان وتدخل في مجاري لها قد حفرتها سابقا تسمى مجاري السيول أو أودية السيول. عندما تبدأ هذه المياه بالجريان تجري بسرعة كبيرة جدا تصل إلى 10 متر في الثانية وتصبح جارفة، وتأخذ كل ما في طريقها من أجسام معدنية، من كتل صخرية، من أيضا حتى في بعض الأوقات سيارات ومركبات. وعندما تجري هذه المياه بهذه السرعة الكبيرة تدخل داخل الأودية وداخل مناطق جديدة تصل، وقد تصب في مصبات مائية مثل قد تصب في نهر أو في بحر أو في بحيرة. هذه السيول عندما ترى من الخارج يعتقد بأنها بطيئة الحركة، ولكن عندما تبدأ وتدخل في منطقة معينة فإنها تكون ذات سرعة كبيرة. فمثلا لو عبرت سيارة أو مركبة ذات حجم كبير داخل هذا السيل قد تجرف بالكامل، ولا يستطيع الشخص مقاومة ذلك، على الأرجح قد يجرف معها. أيضا بسبب أن الطبيعة عكورة المياه المرافقة لهذه السيول لا نستطيع رؤية ما تحت هذه السيول وما تجرفه، فتصبح أيضا هناك خطورة أكبر بأن يكون هناك أجسام صخرية كبيرة بسرعة كبيرة تضرب جسم الإنسان. هناك ظاهرة أخرى تسمى بالسيول المنقولة. تهطل الأمطار على أعالي الجبال وتكون الأجواء مثلا في الأودية مشمسة تماما. هذه الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تشكل السيول، يجري السيل ويصل بعد فترة زمنية معينة إلى منطقة أخرى وتكون بها الأجواء مشمسة، فيتفاجأ السكان والناس بهذا السيل الجديد. أيضا هناك خطورة أكبر تكمن عندما تزداد هذه السيول قوة، قد تخرج عن مجاريها، فبالتالي قد تضرب مناطق أخرى، قرى وبلدات ومدن بالقرب من هذه السيول. لذا دائما يجب متابعة مجاري السيول، ودائما يجب الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة عند وجود تحديد حالات عدم استقرار أو منخفضات جوية. شكرا لكم.